بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من برنامجكم استاد الاهلي. ما زلنا طبعا تغطيه مستمره لفريقنا، فريق النادي الاهلي من تونس، واكيد تغطيه، اكيد انتوا حاسين قد ايه احنا معاكم ومع فريقنا ثانيه بثانيه. قناه الاهلي طبعا موجوده من قبل المباراه بتغطي مباراه الترجي، وان شاء الله بقى المباراه القادمه المرتقبه امام النجم الساحلي في سوسه في تونس. طبعا مستمرين، واكيد يا رب كل التوفيق لفريقنا من خلال طبعا هذه المواجهة أيضا الصعبة، وتاني فريق تونسي على التوالي بنلعبه طبعا في خلال فترة قريبة. فيا رب إن شاء الله كل التوفيق لفريقنا، وكل التوفيق طبعا لفريق العمل الخاص طبعا بقناة الأهلي، ويقدم لكم أحسن حاجة من خلال طبعا تواجده هناك، وإحنا هنا معاكم طبعا بنوصل كل المعلومات الخاصة بفريقنا. أنا أكيد أصداء نتيجة المباراة الترجي والأهلي بخروج الترجي من هذه البطولة ما زالت مستمرة. فوز البنزرتي بيقال من خلال طبعا وجوده أو خلاص يعني مهامه كما مع فريق الترجي انتهت بمباراة الأخيرة أمام الأهلي، وطبعا النادي الأهلي كان سبب من أسباب طبعا ليس فقط فوز البنزرتي أنه يقال، ولكن طبعا رئيس النادي حمدي المؤدب بيستقيل من رئاسته لفريق الترجي أو نادي الترجي نتيجة أيضا هذه المباراة. زي ما بقول لكم نادي الأهلي يمكن بيمنع الفرحة عن فرق كتير سواء جوه مصر أو بره مصر، طبعا بفوزه دائما رسم البسمة بقى الجمهور ورسم البسمة لنفسه من خلال طبعا وجوده في المواقف الصعبة وتفوقه فيها بشكل كبير. عشان كده ما زالت الأصداء موجودة في مباراة الأهلي والترجي في تونس من خلال طبعا استقالة فوزي البنزرتي واستقالة حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي. أكيد كل التوفيق لفريقنا، ونفضل دايما مستمرين في نجاحنا من خلال طبعا الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة وجماهير الأهلي، وقفها جنب اللاعبين ووقفها جنب الفريق في المواقف الصعبة دي، هي دي اللي بتخلينا نبقى دايما متفوقين. عشان كده احنا لازم نبقى متماسكين زي ما الايد كده بتتعمل دايما، ما نفكش ابدا من بعض. هو ده النادي الاهلي متمثل في جمهوره الكبير، في مجلس ادارته، في لعيبته، واكيد طبعا احنا من خلال طبعا وجودنا كماده اعلاميه او قناه اعلاميه خاصه بالنادي الاهلي دايما واقفين ورا فريقنا، واقفين ورا مجلس ادارتنا، واقفين مع اللاعبين بشكل كبير، ومع جمهورنا طبعا اللي بنوصل له معلومه مهمة جدا عن الفرق وعن طبعا النادي الاهلي ككيان بشكل كبير. ده اللي احنا بنتكلم فيه، محدش يجي يخترقنا باي شكل من الاشكال، لان احنا محتاجين هذا التماسك خصوصا في الفترة القادمة من خلال طبعا مواجهات مرتقبة مع النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. عشان كده كان لازم ابتدي بهذه او هذا الخبر ان استقاله حمدي المؤدب من رئاسه فريق نادي الترجي، لان طبعا خبر مهم. شوف احنا بنعمل ايه من خلال وقوفنا مع بعض، من خلال تماسكنا مع بعض، من خلال وجودنا في المواقف الصعبه مع بعض، ممكن نوصل الفرق الثانيه ونوصل المؤسسات الثانيه لايه؟ لان طبعا كان الموقف صعب. تخيلوا كده لو احنا الموضوع العكس، الدنيا العكس، كان ايه اللي هيحصل؟ كانت هتبقى زي ما بقول لكم الموضوع صعب بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، مجلس اداره النادي الاهلي، اللاعبين، الشكل، حتى الحاله وهم راجعين، كان الموضوع هيبقى مختلف. لكن زي ما احنا شفنا الفرحه كانت قد ايه في مصر كلها، مش في النادي الاهلي، والله زي ما بقول لكم كان في ناس فرحانه كتير، كانت بتشجع انديه ثانيه في مصر وانا قاعدين جنبي، بس كانوا سعداء بالنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. ازاي هذه الروح موجوده؟ بيتسالوا ازاي الفريق ده بيقدر يرجع بالشكل ده؟ ازاي يقدر يكسب فريق كبير جدا زي الترجي وسط ارضه وجمهوره والشراسه اللي موجوده فيها بتشجيع جمهوره؟ اعتقد ان هي امور بتتدرس من خلال طبعا الفرق الثانيه، ازاي ممكن نوصل للمرحله دي؟ ولكن هو زي ما بنقول على مدار التاريخ النادي الاهلي هو كده، هو عنده الحته دي. هتقول لي ازاي؟ هقول لك بقى من تربيتنا واحنا صغيرين كده، بطولات موجوده في موقف صعب تلاقينا متجمعين، زي ما بقول لكم مفيش حد يقدر يخترقنا، بنفضل ملتزمين الصمت عشان نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها اللي هو البطوله او المكسب. هو ده اللي احنا من خلال وجودنا في نادي الاهلي اتعلمناه. طبعا زي ما بقول لكم السر كان السر الكبير والاعظم في هذا الموضوع بعد توفيق ربنا طبعا هو جمهورنا الكبير اللي كان واقف جنبنا بشكل كبير، واقف جنب الفريق بشكل كبير. وزي ما بقول لكم دائما وابدا اوعوا يا جمهور النادي الاهلي تسيبوا فريقكم في اي لحظه، وانا واثق ان ده بيحصل طبعا، ولكن
مش عايزين نتشتت في حاجات تانية غير ان انت تقف جنب فريقك، جنب الـ 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 الهدف بتاعك هو الحصول على البطولات دائما وباستمرار، سواء بقى بطولة افريقيا، كاس مصر، الدوري ممتاز، البطولة، اي بطولة ممكن يشارك فيها النادي الاهلي، دائما خليك واقف وراء فريقك. وانا ما اقدرش طبعا اقول غير كده، لان انتوا عارفين التزاماتكم، وعارفين كجمهور انتوا الفريق بيبقى محتاج منكم ايه، واعتقد ان انتوا لبيتوا النداء في المواقف الصعبه. هو ده دايما جمهور النادي الاهلي، زي ما بقول لكم احنا ممكن ما نكونش بنشوفكم في اوقات كتير مثلا واحنا كسبانين الامور ماشيه عادي، لكن في المواقف الصعبه دايما جمهور النادي الاهلي واقف بشكل كبير. خليني اقول لكم، يمكن سيف غزال المدير الفني او مدرب فريق النجم الساحلي بيتكلم عن النادي الاهلي وموقفه او المباراه اللي لعبها في 2007، يعني بيتكلموا على تكرار نفس الموقف مع النادي الاهلي، لكن طبعا الاستعدادات في هذه المباراه مختلف. دائما النادي الاهلي لما بيوصل لمرحله معينه في البطولات بيتمسك قوي بالبطولات، يمكن زي ما بقول لكم دي المره ال 14 نوصل فيها للدور قبل النهائي، خدنا منهم 10 بطولات، يعني خدنا منهم وصلنا للدور النهائي 10 بطولات منهم، يعني وصلنا ليها، لكن احنا وصلنا للدور قبل النهائي 14 مره، نجحنا في الوصول للنهائي 10 مرات، دي حاجه اعتقد في البطولات الافريقيه تاريخ كبير. زي ما بقول لكم احنا واصلين للبطوله الثامنه وحصلنا على هذه البطوله 8 مرات، هو الفريق الاقوى والاول في القاره الافريقيه حصولا على هذه البطوله دوري ابطال افريقيا. عشان كده الاستعداد من خلال كابتن حسام البدري وكابتن صالح حفيظ وتواجدهم في تونس وعدم رجوعهم للقاهره، ده يدل ان احنا عندنا حته الاحترافيه بشكل كبير كنادي اهلي، ان احنا مرتبين الامور بشكل كبير، عارفين ان احنا لو رجعنا ممكن يبقى في حاله من التعب والارهاق للاعبين. عشان كده وجودك في تونس وان انت تدرس الاجواء، خلي بالكم الجو هناك في تونس بيتغير، يعني ساعات يبقى الجو معقول في امطار، فبالتالي وجودك في الفتره دي اعتقد انه بيخليك يعني تتأهب بشكل افضل، يبقى عندك حته يعني المحاكاه مع الملعب، المحاكاه مع الجو العام هناك، فبالتالي يعني قرار كان رائع طبعا من مجلس اداره والجهاز الفني بوجود النادي في تونس. اعتقد يعني المهندس محمود طاهر هيتواجد مره اخرى في تونس، وسافر ان شاء الله يوم الخميس لتونس لمؤازره الفريق. طبعا احنا بنخش بقى مرحله اصعب من الدور اللي فات، دور الثمانيه، دور القبل النهائي، مواجهة صعبة، ووصولك مع فريق تونسي أيضا محتاج أن أنت تبقى بتأهب نفسك من خلال بقى زي ما بقولك الدعم الفني من الجهاز الفني، الدعم المعنوي سواء بقى من الجهاز الفني أو مجلس إدارة، وده بيتمثل في دور المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة، سواء بقى مين هيكون موجود مع المهندس محمود طاهر ومسافر، هل الأستاذ كامل زاهر، هل الأستاذ عماد وحيد، الأستاذ مروان هشام، كل طبعا مجلس الإدارة، كل ده مهم جدا يبقى موجودين في هذه المباراة، لأن طبعا مباراة مهمة. عشان أقول لكم بقى، وكنا بنتكلم في جزئية